مش قضيتي دي دلوقتي. انت كنت بتسرعه في ايه يا استاذ وليد؟ بالعكس انا ما سرقتوش، ده هو اللي اقتحم عليا شقتي. اقتحم؟ ايوه، وكسر الباب كمان. وكسر؟ ده انت ناقص تقول ان هو كمان اتهجم. واتهجم؟ اتهجم؟ ايوه ايوه يا استاذ. في ايه؟ ما هو الاستاذ ما كانش بيفتح، كان عايز يهرب بعملته. الاستاذ انا كان عايز يفلت بيها. اسمع يا استاذ بونبوني، بسيوني لو سمحت. مش قضيتي دي دلوقتي حضرتك. دلوقتي انا لغايه دلوقتي ما فهمتش برضو سبب المشكله ايه، او السرقه كانت في ايه بالظبط. الواي فاي. نعم يا اخويا. ايه الواي؟ ايه الواي فاي؟ يعني حضرتك يا استاذ زتوني جاي لي لغايه هنا علشان خاطر الراجل ده سرق منك الواي فاي؟ بسيوني لو سمحت. دي مش قضيتي دلوقتي. انا قضيتي ان حضرتك ها داخل تقول لي ان الاستاذ وليد سرق منك الواي فاي. طيب قول لي انت بقى، فين القانون اللي يخليني ادخل المحكمه ارفع قضيه لحضرتك قدام الاستاذ علشان خاطر اقول ان حضرتك الاستاذ ده سرق منك الواي فاي؟ ملهاش قانون دي على فكره. دي مش مشكلتي يا استاذ، ليها قانون او ملهاش قانون، بس هي سرقه. سرقه ولا مش سرقه؟ انا ما اعرفش دلوقتي موضوع سرقه ولا مش سرقه. انا دلوقتي عايزك تدخل تعمل اسمه هدخل فين انا استاذ؟ تدخل على جوجل. ده مش اسمه جوجل؟ بص يا استاذ زنكلوني، الموضوع كله زنكلوني. ايه انت كمان؟ انا اسمي بسيوني. انا اسف معلش. بص يا استاذ بسيوني، الموضوع كله ان ده سرقه واي فاي، مش سرقه حاجه ملموسه، واي فاي. لا يا استاذ، سرقه الواي فاي زي سرقه اي حاجه في الدنيا، اسمها سرقه وربنا ما يرضاش عليها. يعني حضرتك دلوقتي هو سرقك هوائي، ما سرقكش مادي مش محسوس. ايوه يا استاذ، سرقني هوائي. وهو يعني السرقه الهوائي ما هيش سرقه ولا ايه؟ ما هي ملهاش قانون. ما انا عمال اقول لحضرتك لو دخلت على جوجل دلوقتي وعملت سيرش، اسمه شكش سيرش 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 على الجوجل، مش هتلاقي قانون. مفيش حكم يقول ان انا ادخل المحكمه ارفع ده. بص يا استاذ وليد، انا دلوقتي عايزك تقول لي الواي فاي بتاعه. اقول لي كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا كده بتسرقوني عيني عينك. انليميتد. ها ايه؟ انليميتد. اه انليميتد. يعني ايه انليميتد دي؟ بص يا استاذ زنطلوني، اسمي بسيوني. مش مشكلتي دلوقتي، انا دلوقتي عايز احل المشكله. الاستاذ وليد جارك، مظبوط الكلام؟ تمام. واعتقد ان الاستاذ وليد يعني حالته الماديه، حاول تعيط، حاول تعيط. تعبانه والله. حاول تعيط، حاول تصعب عليه، حاول تصعب عليه. عادي بالنضاره، خليها تتبلى عادي 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 بالنضاره. استاذ وليد، اللي انا شايفه قدامي ان حالته الماديه لا تسمح له ان هو يجيب واي فاي. ليه؟ غلبان. مين اللي غلبان يا استاذ؟ أس محكمة. حضرات القاضي، حضرة القاضي، سيادة المشاهدين، ان الاستاذ بسيوني لموني جاء الى هنا لكي يرفع قضية على وليد اللحظة. عايش. ايه رأيك؟ عايش. بترافع حلو قوي. تحفة. شفت مت؟ لا لا تحفة. ولكن هنا لنا وقفة، وانا واقفه اهو لوحدي، ما قلتلكوش اقفوا معايا. لنا وقفه للاستاذ ظلموني بسيوني. القاضي ما يفهمش الكلام ده، مش مشكلتنا احنا دلوقتي بقى الموضوع ده. لنا وقفه امامه ونقول له ان الاستاذ وليد جارك، وجارك يعني في المفروض ها انت عارف يعني ايه جار، وعارف ان احنا لازم نهتم بالجار. فالاستاذ وليد ليس معه اموال تكفي لان يشترك في الهاي ناي، في الفاي ساي. واي فاي. مش مشكلتي دلوقتي، القاضي ما يفهمش الكلام ده. القاضي عنده واحد في بيته كده كده، مش بتاعتنا دي خلاص. ينبغي عليك يا استاذ زتوني بسيوني، برضو مش ازمتنا، ان حضرتك تساعد جارك وليد اللحظه في انه يبقى عنده واي فاي. وايه المشكله يا اخي لما ياخد منك شويه هوا؟ ده هوا يا استاذ. اصل حضرتك ما انتش فاهم اللي بيحصل. ما انتش اسمها منتش؟ ايوه منتش. يعني انا اقف قدام القاضي دلوقتي اقول له منتش؟ ايوه. ايه بقى اللي بيحصل؟ الاستاذ بسبب ان هو بيسرق الواي فاي بتاعي كل اشغالي واعمالي بتتعطل. ايه كل دي؟ كل اه كل اشغالي واعمالي بتتعطل. ايوه. لان الاستاذ
بيهنج الواي فاي. بس يبقى خلاص احنا مشكلتنا دلوقتي يا وليد ان انت بتهنج. مش ههنجه تاني. انت هتستعبط. طب بص يا وليد، انا هقول لك على حاجه وارجو ان حكمي يرضيك. اتفضل. حضرتك معظم وقتك اللي بتشتغل فيه على البتاع ده الواي فاي بيكون امتى؟ يعني الفتره الصباحيه ولا المسائيه؟ انا بشتغل طول اليوم لان انا بشتغل من المنزل يا استاذ. بتشتغل من ايه؟ بشتغل من المنزل. طيب ماشي، ما عنديش مشكله ان انت بتشتغل من المنزل. انا مشكلتي دلوقتي حضرتك اغلبيه شغلك او الضغط بيكون امتى؟ والله هو يعني نسبيا من الساعه. بس كده خلاص احنا عرفنا يعني من الساعه. لا ما انا خلاص انا فهمتك. حضرتك بتشتغل مثلا هنقول من الساعه 12 ظهرا ل 12 ليلا مثلا. ماشي. ذهب ليلا طلع الفجر والعصفور صوصو صوصو شاف القطه قال لها بسبس قالت له نو نو. الله يا استاذ. ايه رايك؟ الله صوتك تحفه. يا حلوه. ها دلوقتي حضرتك بتشتغل مثلا من الصبح لغايه بالليل. انت بقى يا استاذ وليد الفتره اللي هو بينام فيها اكيد بينام، يعني ما هو بني ادم زينا، خلاص تكون انت برضو ايه مراعي الحته دي. انا ما بعملش حاجه يا معلش. فيديوهات بس يوتيوب انا عارف. ايوه معلش. اول ما ينام وانت ارجو منك يعني وانت داخل تنام مست رن. ايوه وليد انا هنام دلوقتي افتح انت بس. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ هي سهله مش مستاهله. دي سرقه عيني عينه. لا مش سرقه بقى. فين السرقه في كده؟